العكس ديالي. عرفتي القاعه تحضري الثمن هاد اليامات؟ لا. علاش لا؟ حرام عليك، بغيت توقفي ليا بسعدي، لكن انا ما صدقت لقيت فارس احلامي. قلت لك لا ولا هي لا. شوفي الراجل اللي خديت راه واحد الهمزه ما كتعوضش، ما عنده مو ما عنده اختو، قطع من شجره غير هو مزلوط. ماشي شغلي في الزواج ديالك. ولكن هادي راها افير، وزيدو انا باغا نسكت فمي المكسيكيات كلهم. هادي لافير ديالك وما غنسمح ليكش تخربي الخطه ديالي غير باش تنقضي لافير ديالك. وبغيت تخفوا الله العظيم، انا بغيت غنفهم، وبغيت تشفي فيا وروزا لينتا وخونا لينتا وفوكا لينتا. ياك ماما ياك ماما. شحال هادي ما بقيتي قلتي لي ماما كشانتال؟ اش واقع؟ امتى جاتك هاد المعزه كلها؟ راه الزواج هذا نقول لك حتى بابا ولا طاطا خيط لقينا الفراشه، راه العونيات كيتسناو في العربون، خفتو يزهقوا ليا ونبقى بلا عرس بلا والو. انتي كتبكي؟ لا عاد كنفكر واش نبكي دابا ولا حتى لغدا، الصراحه ما عرفتش، حيرانه. وعلاش كتبكي؟ وقلنا ليك مازال ما كنبكيوش، عاد كنفكر واش نبكي ولا لا. انا غير حزينه. ما تبقيش حزينه روسيتا، انا شويه واقعيه على الوضع الصراحه. الناس الكبار بحال دي من عندهم مشاكل في الحياه. الا كان هكا انا ما بغيتش نكون كبير بحالك. ناري بغيت تبقى بالزقون. ناري ناري قفرتيها الصقع. لا خاصك تشرب الحليب باش تكون كبير بحالي، واش فهمتيني ولا لا؟ اطخي بابيليتو. وزيدون الا ما كبرتيش غيلحقوا لك بالقسم، غيبقى يقول لك والبزقون والبزقون. الا ما خديتيش القرار المناسب انا كنعيط لك بسميتك بحال بنتي. ياك ما تقلقتي؟ واخا ما تقلقيش، انا كنطلب منك السماحه، حنا باقي ما وليناش من عائله وحده، كنطلب منك تسمحي لي عافاك. صراحة انا ما فهمتكش، اش باغا توصلي؟ اش كتخرفي؟ البارح ما حملانيش، والبارح تلاقيت معايا في الحمام شاده لي بلاصه باغا تحكي لي ظهري، اليوم باغا تجي مني. لا ما وليتش كنجي منك، انا في الحقيقه ما بغيتش بنتي شانتال تزوج براجل ما كيبغيهاش باش ما تتاداش. وماني انا وما شانتال؟ شانتال خيطت ليا واحد جلابه 2600 ريال، هي اللي بيناتنا هادشي اللي كاين. لا انا رافضه انك تزوجي بنتي بفرانسيسكو، حيت بنتي كورينا كانت كتبغيه وكانوا عايشين في سعادة. وزيدون انتي كاع ما مغرومة بفرانسيسكو، كتبغي إغناسيو. أنا كنبغي عبد العاطي وكيتسناني في المغرب. كبري عقلك عافاك، انتي عندك غير فرصة واحدة وأنا كنعطيها ليك مارغريتا. كيفاش فرصة واحدة؟ انتي دابا غتعطيني فرصة واحدة ليا أنا؟ شوفي انا غنسامح لك في المكسيك وما يجي منه، اختي عندكم المشاكل بزاف ديال الجواج طلق. او محترمي راسك عافاك. انا محترمه راسي، انت اللي محترمش راسك. ولا قلقتيني راه غير نبيبي عبد العاطي يكون هنا، عندك تكوني غالطه فيا. انا ما بقيتش كنستحملك الف على القرطيطه القبيحه، دير الخير غير بنتك. سكتي حسن ليك. كيفاش نسكت؟ ديري الخير غير بنتك، عطيها السطح باش تزوج. ما غنخليكش تاخذي ليا. شكون عبد العاطي؟ عبد العاطي كيبغيني انا. ما انت واحد الانسانه كبيره، كبرتي شدي الارض، فهمتي؟ دخل سوق راسك. انا ما نسمحليكش. كيفاش ما تسمحيش ليا؟ لالا وقيلا نسيتي الوقيته ديال الدواء ديالك ديال اعصاب، باش شويه تكالماي، لان هادشي اللي فكره بزاف. غايجي واحد النهار وغنتاقم منك مزيان على هاد الكلام اللي قلتي. وقيلا انا اللي غادي ننتقم منك قبل ما نشد الطياره المغرب، غنقاد لك الطريحه مزيان باش فيما تشوفي هاد الوجه هذا عكري ليه، لانك طغيتي اللفعه القرطيطه.